أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتهاي مع السند كسلوا هذا ورك دورنا على سيدة ميديا ودورنا ما سبديها قضبة حساسية اي نوصو صعد فضلاً نلاتشوك حق حساسية مدعي كرتاحل كقادس تجنرال أدواء عمر فينش إيتاليها بدا كدب مركي وصائف بحي خلاف كفرماجي روبلي إمي كروبلي أيا خرشين أيا إن أوسوين الدبر جميو مدحوينا وقتي كداعي محمد عبد الله فرماجو قوحوين أيا صوب حيا ساعده إلا صور نافي أو كو آدن إسجيجيت كمركة لصوع عصبونا ذي أو كو آدن خلاف كمدحوينا وقتي كداعي فرماجي رئيس الوزاريس روبلي إن كستو وحوال بايس بدلي كران ساعدها أدن بيا حدنا سيدا لدري ما يقلاف كأيا أسي مغضى مد شعب حيسا بنان كي مد إسلامر كاسين أو سيحو غيستي وحا آنا لوغين قلاف كعصب هل كوكو سيبيا شوان كرو إيادو داد بدن أي رميسي يهين إن مسؤوليين حد حلال هيا حلال كقالس عرس وجيه كران حد الحين تصوب حيسا وحا كمدهي إحمنا حلال كوين كرب دومياها قبل كبنادر أهنا دوغا مغدش عمر فينش تليا عيدا كحوق دالك جنرال أدواء يوسف راقي يتليا عيدا كبدا جنرال عبد حميد محمد درر أو قرابة نولا أحمد أحوينا وقت كدعي محمد عبد الله فرماجو سيكا سباها آتي ما داما أول دالك الغوري جي روبلي وأو سمايكرا حلك قادستا ورسوق اللسوق ليي براها بلشدنا لغو فافيي أيا حالي جرتاي أو تلما ميسا إن روبلي أو ديار سد الشخصيات بدل أنقون كرا مسؤولين تاوو مليغ يو حلك قادست علوس تليا عيدن كحوق دالك ايا معقول ان لو مقا عابا جنرال محمود كورونتو اما سرقال كاري او ميليتيريغا كاتيرسان هدي ايسان واح اسبدلين جنرال كورونتو ايا اهنين كامي داها عيدا مدي بدبادا قران هو قامين اي وانا قبيلكو وكاد شاي جنرال اوذواء اود مقوانين ايا باللابان ايسا او معارض كاودون ايو ان مدحوينا وقتي كداعي فرماجو كو افقبتو سيول كيسا اوهير جلو مدكرور سيغا دالك حكوم كيسا اهي سيدا حوغا هوسي او لهلا يشيغيان سيكستواها آتي هدي او او داسي لصو بحر روبلي وحاد اد او دبر جبي دونو مدحوينا وقتي كداعي فرماجو يتيم كيسا اوغو ريو فهد ياسين دينا عكال عيدما كودا ترسان عيدان كدولة دا اوكو دا غالما ديگان دا مطبان سيدا ايشيغيان ورر كان نغسو غاريا ديگما دا مطبان وحا هالكاسي كدا عيد دا غالو ديحيا عيدما كودا ترسان دولة دا فدرال كا سوماليا او هالكاسي دا غال حوغان كود نحمري ديگما دا مطبان اي قبل كاسي هيران داد ايا وحا ايكو ورميين ان دا غال كا او كدن بيي كدي ماركي عيدما كا ترسان كوان نبسوغي دا دولة دا او كغدود سن مشارلا ان اي ويرر كو قادين بر كنترول او لغو قادو لعكتا تاسي او كو تالا دولايت كمتبان انتا او سعودي دقال كدح مريع اذا مدى كودا ترسن دولدا ايا وحا لمقلا يي دريان كرساستا اي اسوي دارسان ايين لبدا دينا اسلام مركاسين الدقال كا او كدا شاي قساري سوكو جرا لما شاي داوا الا اي حدا لما اوغا قسارا رسميقا اي كدا شاي دقال كاسي وحانا ورر كقاركو داي شايقيان إن عيدان كقدود كسميي أي هوري أغو بربر دقال لمن أروك أهل السنة لنا شيغي إني مشارك كجرتين دولة فدرالك سوماليا دقمدا مطبان إيه قبل كهيران أو أي كوودا دقال لمن عيدما كوودا ترسان دولة دايا واحد دوان لوريغي دقال يهندا الشباب إياغونا قرحيو كو بربوريي سلدقي دقمدا إيا حروما كالي أوكو يالها الكاسي سكستواها آتي عيدما دانيسكو جيستي أيا إمنك وحي سبب أتهاي تلاحو مدى مدحوينا وقتي كداعي محمد عبد الله فرماجو يتيم في الصوماليا فضلا دب ادا وركيني هوري اي على سيدا ميديا حق حساسية جنرال اندا عدي او كبت بادي سكودي دي الحلي او كسوغنا قدا حالانه واميشي اللي قد دي المن علمي الله نحرسته جنرال يوسف محمد سياد اندا عدا يا كبت بادي سكودي دي المال ما كدب مركي ويستاقي برطان ككمسيقا حب قول صدن اي سيدات سيدا اي حقي جين حبنا كاترسان قويس كيسا جنرال اندا عدا يا فرطان اي سيدات ساكور كبت بادي توغا شمال ديل اي حلي او كسوغنا حرادة حالانه دنك حيبتا هالكاسي او لغو اردو غلب تي iyo subaxii waxaan laba xabad oo lala beegsaday mid ka mid ah ay ku dhacday koofida u xirneed sida ay qoyskiisa sheegeen in dhacda ayaa ka tirsanaa saraakiishii hore istaagtay muddo kordhintii abril ee farmaajo kuwaasi oo si weyn u abaabulay ciidanka badbaado qaran ee bartamihii abril soo galay caasimada muqdisho si ay u diidaan waqti kordhinta farmaajo samaystay 12kii abril almas cilmi oo ka tirsanayd qoys u dhaqaaqa xuquuqda insaanka nabadda iyo cadaaladda ayaa la xusuustaa in 20kii november 2019kii lagu toogtay taasi si adag loo ilaaliyo oo u dhow garoonka diyaaradaha Muqdisho xerada xalana waa goob ay degan yihiin inta badan wakiilada ka socda beesha caalamka mana jirto wax baaritaan ah oo lagu sameeyay dilkii loo geystay almas cilmi xilli ay saarnayd gaari ku sugnaa gudaha xarunta xalane warar hor dhacay ayaa sheegaya in rasaasta ku dhacday koofida jeneraal indhacadde ay laamaha ammaanku ku tilmaameen rasaas habow ah oo aan ahayn weerar qorshaysan
sida labada ogyahay dilkii loo geystay elman waxa la yiri habada ku dhacday elman waxa ay ahayd mid hawa wahi fahdi yasiin iyo farmaajo ayaa hore loogu eedeeyay in ay qaarijiyeen saraakiil iyo siyaasiyiin ka aragti duwan kuwaasi uu ka mid yahay allah u naxariistay jeneraal galaal oo la dilay bishii febraayo fahdi farmaajo ayaa inta badan shaqsiyaadkii iyo saraakiishii hormuudka u ahaa badbaado qaran u qorsheeyey qaarijin marka laga soo tago xubno dhankooda u wareegay ama isku dhiibay si kastaba ha ahaatee ka filo wax kasta farmaajo iyo fahdi yaasiin dhinaca kale ku-xigeenka ergega gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay dhanka gargaarka bini'aadinimada ee soomaaliya aadam abdulmowla ayaa warka soo saaray xaaladda magaalada boosaaso xarunta gobolka bari ee puntland aadam ayaa sheegay in wax laga xumaada uu yahay dagaalka boosaaso oo sabab u noqday barakac kumanaan ruux ah oo lagu dul dagaalamay iyada oo xaaladda la joogo wakhtigaani isbeddelka cimilada magaaladaasi aad u kulul yahay hay-adaha hoostaga qaramada midoobe ayuu sheegay in ay diiwaan geliyaan kumanaan ruux oo isaga barakacay guryahooda kadib markii cabsi ay ka muujiyeen hubka culus oo meelo fogfog goobaha dagaalka ahi ku dhacaya sargaal ka tirsan hay-adda qaramada midoobe iyo kuwa maxalli ah ayaa diiwaan geliyey xogta barakacayaal ku sugnaa magaalada boosaaso oo dib u sii barakacay maadaama uu saamayn xooggan ku reebay dagaalkaasi 700 oo ruux oo degan boosaaso u dhigmata 40% ayaa dib ugu sii barakacay guryahooda xaaladooda ayuu sheegay in ku-xigeenka ergega gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha bini'aadinimada inay tahay nolol aad u adag boosaaso waxaa ku dagaalamay ciidamada puntland oo fulinaya amarka madaxweyne saciid cabdulaahi dani iyo kuwa gaarka u tababaran ee b s f-ta oo diidan in xilka laga wareejiyo agaasime maxamed cismaan diyaano dhinaca kale ciidamada kumaandooska xoogga dalka soomaaliya ee danab gaar ahaan ururka afaraad guutada 16aad ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ciidamada ayaa si gaar ah waxa ay howlgalka ugu fuliyeen deegaanka caliyow barrow iyo tuulooyin hoostaga halkaasi oo fariisimo waaweyn ay ku lahaayeen dagaalyahanno ka tirsan ururkaasi al-shabaab saraakiisha ciidamada danab ayaa ujeedka howlgalka ku sheegay in uu ahaa burburinta goobo ay al-shabaab kaga sugnaayeen deegaanadaasi islamarkaasina dadka ay ku dhibaateen jireen ciidamada danab oo ay weheliyaan kuwa ka tirsan daraawiishta jubbaland ayaa waxaa la sheegay inay mararka qaar howlgallo ka fuliyaan deegaano ay ku xoogan yihiin ururka argagixisada al-shabaab maanta waxaan joognaa aaska dr cabdullaahi xusuble siyaad allah u naxariisto wuxuu ahaa wasiir hore soomaaliyeed wuxuu ahaa nin shaqada siyaasadda soomaaliya soo galay isagoo da'yar kontumiyadii 1950 iyo xoogaa 1950 ayuu soo galay shaqada dowladda soomaaliyeed ilaa iyo burburkii dowladdii 1990 intaa wuxuu ahaa nin siyaasadda soomaaliya tiirarkeeda ka mid ah waddanka wax badan kasoo qabtay wuxuu ahaa nin nabadda iyo isku xirnaashaha dadka aad uga dhex shaqeeyey wuxuu ahaa nin aan ka qayb qaadanin burburkii colaadihii sokeeyo siyaasadda soomaaliya iyo loolankeedii dhibaatooyinka isla soo maray wuxuu ahaa nin mar walba dadka nabadda uu baaqo midnimada soomaaliya dadka ku taagan ka mid ahaa wuxuu ahaa nin lagu xasuusan karo baarlamaanka soomaaliya 2016 inuu ka noqday soomaaliga iyo talaaniga dadka isku turjumin u ahay oo shaqaale ka noqday wuxuu soo noqday allah u naxariisto 2016 wuxuu noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya intaas siyaasaddu kusoo jiray ilaa 1990 wax badan oo lagu xasuustay ayuu leeyahay sida uu hadda sheegay wasiir khaliif nambarka 252 oo soomaaliya ay kood ay leedahay dowladda talyaaniga iyadoo la isticmaalo ayuu ahay dadkii ninkii waxyaabaha lagu xasuusan karo uu qaranka soomaaliya oo maanta taagan waxyaabaha uu soo qabtay ka mid tahay wasaaradda boosada shaqooyin badan oo kasoo qabtay wasaarado badan oo kale kasoo shaqeeyey howlaha guuda ka mid tahay golaha shacabka wuxuu kasoo noqday guddoomiye guddii waxyaaba badan oo kusoo shaqeeyey marka waxaan leeyahay allah u naxariisto ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan qoyska reer xusuble siyaad samar iyo imaan allah naga wada siiyo ilaahay jannadiisa fadus allah ka waraabiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka